السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة واحدة أخرى. اليوم نتكلموا على التطبيقات اللي أكثرية كيخدموها من الناس باش كيزيدوا إما اشتراكات ولا كيزيدوا ساعات. فأغلب نورمالمون سميتو اليوتيوبر عارفين دوك قبل عارفين دوك التطبيقات وقبل ما تفعل القناة راه كيغمضوا عينيه. إذا كنت نورمالمون اللي يخدم على المحتوى أحسن، ولكن هاد التطبيقات هادو كيعاونوا. فكتجيبوا نقاط، مثلا كاين عندنا يوتيوب هذا خاص بالاشتراكات، فكتجمع فيه النقاط، كتبقى تشوف لي فيديو ديال واحد اخرين بحال القضيه ديال التبادل. انت كتشوف لي فيديو وكتجمع النقاط، كتشوف لي فيديو كتجمع النقاط وصافي، وكتدير وكتاخذ اللينك ديال او الرابط ديال القناه ديالك وكتحطو في هاد اليوتيوب في هاد الرابط. ثم كاين ايتسوسيال، حنا غادي نكتبها لكم في سو تيتر ايتسوسيال، وكاين ايت لوف، وكاين يوتيوبو هذا كيخدم الا بغيتي القناه ديالك كيدوزو كيبقى يخدم، وكاين اي شانيل. هادو كلهم انا غادي نكتبهم لكم هنا كلهم يساعدوا، يعني ماشي غتعتمد عليهم 100%. مثلا تلقى 80 ل 90% كلها من اكسترن، من لا سورس اكسترن. ما خصهاش تكون من لا سورس اكسترن، ثاني خص يكون من الناس. ولهذا حاولوا ما امكن انكم تخدموا على لي فيديو، وهذوك كمساعده، وكلهم لي الناس ديال اليوتيوب كلهم مخدمين هاد التطبيقات. وعاد كاين تطبيقات واحدة اخرى بزاف، هادو اشهرهم، كاين دي اكس رابيد هذا عاوتاه هو معروف حتى هو. فخدموا على المحتوى، وديك الساعات تبغوا تتعاونوا شويه، ملي تفعل القناه صافي غتولي كتخدم على المحتوى 100%. يلا السلام عليكم ورحمه الله.